جمهور ربع صوتها، أغانيها محفورة بذاكرتهم وما زالت مرافقتهم لحد هلأ. بدنا نرحب بشمس الغنية اللبنانية ببلدها سوريا وعبر إذاعة نينار اف ام. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم. الفنانة نجوى كرم بتعتبر الفن هو رسالة. شو الرسالة اللي حابة توصلها اليوم بعد غياب سنتين؟ وشو هو سبب اختيار هذا المكان واسم الأمسية اللي هي ورود الدار؟ رح بلش من الآخر، لأنه أهم الحفلات والمهرجانات وأكتر أغنية بتذكرني بالشعب السوري الحبيب وبتذكرن فيه هي أغنية ورود الدار، لأنه في بيني وبينهم كان مثل ما بيقولوا كود، هو أغنية ورود الدار وأنا بحبها كتير وهني بحبوها. ورسالتي للشعب السوري يلي أنا كتير بحبه رسالة حب وشوق مستمر مبارح واليوم وبكرة وإلى الأبد. كلمة أخيرة من الفنانة نجوى كرم للجمهور السوري ولمستمعي إذاعة نينار اف ام. أبدي لكم من قلبي جاية، بحمل أشواقي مثل ما تعودت من أول يوم التقيت فيها بالشعب السوري الحبيب وتوجني بقلبه فنانة ومطربة على قلوبهم. كمان هني لهم مكانة خاصة وكبيرة كتير بقلبي.